ستكون مزحة أسطورية. راقبي متى ستأتي نانسي. إنها على وشك القدوم، ستضغط على الزر وسنحظى ببعض المرح. هيا نركض، نحن بحاجة للاختباء. واو، يا له من زر كبير مكتوب اضغط علي. فعلا، لماذا لا أضغط؟ سنرى الآن. يا له من كابوس، ما هذا الهراء؟ أنا ملطخة بالكامل. لكن هذا كان مضحكاً للغاية، أعطني كفك. مضحك تقولي؟ إذا سأعلمكم درس في هذا التحدي. هل أنتم جاهزون؟ ما هذه الصناديق؟ نانسي. حسناً، جيل أنت أول من سيضغط على الزر. أنا؟ إذا سأضغط على لون الأخضر. مرحة هنينة جيل، أنت محظوظة. في الجولة الأولى ستحصلي على مجموعة كاملة من الفشار بشكل أكثر دقة. حبات الذرة، ربما يمكنك صنع الفشار بنفسك. والدلو هو اللمسة الأخيرة، استمتعي. جيل، الدلو يليق بك. هذه حبوب عادية من الذرة. ربما هم لذيذون على الأقل، سأجرب. إيو، إنهم قاسيون جداً. على ما يبدو حان دوري للضغط على الزر، فليكن الأحمر. تيد، أنا آسفة، لكن لديك فلفل أحمر مثل لون هذا الزر. يامي. افتح فمك، غداء حار جدا في انتظارك. إيو، سأحترق هنا. بالطبع أنا أحب المعكرونة، لكنني بحاجة إلى إخراج كل الفلفل منها. كيف وصل إلى فمي؟ إنها النيران. كان ذلك حارا جدا. كان حارق للغاية. جيل، رأسك، شعرك يحترق. علي إخمادها حالا. من الجيد أنه قال لي في الوقت المناسب. حبات الذرة الخصبة تحولت إلى فشار. الآن يمكنني الاستمتاع بها، لن أخاف من كسر أسناني. هذا رائع. يا إلهي، أنا بحاجة لأكل شيء لتغيير هذا الطعم. لا بأس يا تيد، لا يمكنك تناول الطعام لتغيير طعم الفلفل، بل يمكنك شرب شيء أيضا. ميلك شيك شوكولاتة مارس اللذيذ في انتظارك. افتح فمك. كم هذا جيد ولذيذ. الآن أنا أسعد شخص في العالم. أخيرا ذهبت الحدود من فمي. جيل، الآن اضغطي على الزر. هذه المرة سوف أختار اللون الأصفر، إنه يشبه الشمس. رائع، أنت محظوظة مرة ثانية على التوالي. جيل، هناك دونات لذيذة وكبيرة جدا تنتظرك. أمسكي. واو، شكرا جزيلا، والأهم أن الأكل مريح جدا. موضوع على رقبتي وسأستمتع هكذا فقط. أنا أريد أيضا المزيد من الحلويات. ربما إذا ضغطت باستمرار على الكثير من الأزرار سيكون هناك المزيد والكثير من الحلويات. يا لها من مجموعة مثيرة للاهتمام. يمكنني صنع كعكة في الصندوق مباشرة مع تيد. علي أن أبدأ بالطبع بالعجينة. بالتأكيد لا أريد أن أكل العجين النيء. لا تقلق، بالتأكيد هذا ليس كل شيء. التالي هو النوتيلا. انظر إلى هذا المرطبان الضخم القابل للدهن من الشوكولاتة. الآن هو لك. لكن النوتيلا ليست النهاية. شوكولاتة لذيذة. إلى أين بدون رشات ملونة؟ لن تكون كعكة لذيذة بدونهم. يا إلهي، عيني. أغمض عينيك حتى لا يدخل شيء هناك واستمتع بالطعم اللذيذ. حمام الشوكولاتة مع الرشات لذيذ فعلا. هل حان دوري مرة أخرى؟ لقد انتهيت للتو من الدونات خاصتي، ربما سأختار الزر الوردي.
إذن يا جيل، لسوء الحظ، خلف هذا الزر الفاتن لا يكمن سوى الغراء. على الرغم، وجدت شيئاً خصيصاً لك، غراء لامع بكريستالات ملونة. أتمنى أن تكوني راضية. خذي. ما هذا؟ صمغ؟ فظيع! الآن سأكون ملتصقة ولزيجة يا إلهي! أنا حقاً آسفة! كيف يمكنني التخلص من هذا؟ فو! هذا شيء مرعب! يدي عالقة! سأزيلهم! أوه! أنا أبدو كالشبح بدون حاجبي! أحتاج إلى استعادتهم في أسرع وقت ممكن! ولكن كيف أفعل ذلك؟ هذا لا ينجح! لم أكن أعلم أن هذا سيكون ممتع للغاية! أخيراً! أنا الآن أبدو جميلة كما كنت سابقاً! تيد، حان دورك للضغط على الزر الآن! هذا سهل! لدي شعور جيد جداً! فليكن الزر الأزرق! شعورك صحيح تماماً! البطيخ الناضج في انتظارك! فقط ارتدي هذه الخوذة لأن البطيخة ثقيلة جداً! أوه، كم هذا مؤلم! لكن من أجل البطيخ اللذيذ يمكنني التحمل! أخيراً يمكنني الاستمتاع بوجبة لذيذة بسلام! ولا أحد سوف يسكب علي أي شيء! وأستطيع رمي قشر البطيخ هكذا! احذر، أنا أقف هنا! إيوه، ما هذا؟ مطر من قشر البطيخ! يا له من فوضى! قلت فوضى! والآن في انتظارك وابل من البذور! كنت أن أقتل! ماذا فعلت؟ لماذا ضغطت على الزر؟ لا لا، ليس أنا! الآن هذا سيكون ممتعاً! جيل، احترسي الآن! العديد من البخاخات الممتعة في انتظارك! لا، هذا يكفي! لا أستطيع رؤية أي شيء! توقفي! توقفي عن الصراخ! العلم فارغ بالفعل! تيد، حان دورك للضغط على الزر! آمل أن أكون محظوظ هذه المرة! تيد، اليوم هو يومك حقاً! لقد حصلت على عبوة كاملة من علكة لوف إت! تخيل ماذا يوجد في انتظارك! الكثير منها، هيا أمسك! إيوه! اتضح أن وضع العلكة على رأسي أمر مزعج للغاية! لكن هذا رائع، هناك الكثير منها! يمكنني حقاً الاستمتاع بهم جميعاً! ويمكنني نفخ مجموعة من الفقاعات الضخمة! أوبس، بالغت قليلاً! الآن أحتاج إلى إزالة هذه العلكة عن وجهي! هذا ليس كل شيء! تيد، افتح فمك! هناك كمية هائلة من حلوى الفراولة في انتظارك! استمتع! واو، هذا رائع! ربما هذا المسحوق سوف يصنع فقاعة أكبر بكثير! لنجرب! واو، نعم، لم أرى مثل هذه الفقاعات الضخمة! تجعلني أرغب في فرقعتها في أسرع وقت ممكن! لماذا؟ كان يمكنني تحطيم الرقم القياسي! حسناً، الآن يمكنني الاستمتاع ببقية العلكة بسلام! جيل، أنت ستضغطي على الزر الآن! أنا لم أنقر على البرتقالي من قبل! يبدو أنك فعلت الشيء الصحيح! لأن مجموعة كاملة من الحلزون اللزج يختبئ خلفه! وكلهم أحياء! وكلهم على وشك أن يكونوا معك! هيا أمسكي! هذا مقرف! مقزز! بغيض جداً! يستطيعون الزحف في فمي! إنهم في كل مكان! وهذه على رأسي! مقرف! أنا مرة أخرى! حسناً، دعونا نرى ماذا يوجد وراء الزر الأصفر! خلفه يكمن التراب! إنه ليس لذيذ على الإطلاق! لكنني سأستمتع برميه عليك مباشرة! يا إلهي، ما هذا؟ مقرف، إنه داخل فمي حتى! أنا بحاجة إلى أن أحصل على حمام!
للأسف لم تحصل على حمام، لكنك حصلت على المفتاح. تيد، يمكنك أخيراً الخروج من هذا الصندوق. هاي، أنا ربحت وضعاً. وماذا عني؟ ساعدوني، لا أريد أن ألعب بعد الآن. ماذا يحدث؟ أين نحن؟ مرحباً بكم في تحدي الأزرار الغامضة. أي تحدي؟ لماذا نحن في أقفاص وتوجد كاميرات؟ هل أحد يتابعنا هنا؟ أنقذونا، أخرجونا. لماذا تصرخون؟ كل المرحات قريباً. اضغطي على الزر، لا تخافي. صحيح أن الزر ليس مخيفاً على الإطلاق. على وعلى ذلك، سقط مشروب لذيذ من ستاربكس على الشاشة. فقط انظر كم هو لذيذ، مع الكريمة المخفوقة حتى. جيليان، كل شيء لك، استمتعي. فقط لا تنسي التنفس واعتني بشعرك الجميل. وللزينة قبعة من الكريمة المخفوقة، كما أنها لذيذة جداً، جربيها. هاي، هذه لي. واو، شهية، رقيقة جداً. أتساءل ماذا سيحدث إذا قمت بالنقر على هذا الزر؟ ماذا لدينا هنا؟ أها، طعام قطط. كلنا نحبهم كثيراً، صحيح؟ هذا الكيس الآن لك يا نانسي. نعم، بالتأكيد رائحته ليست رائعة، ولكن ربما مذاقه أفضل. واو، الآن مطر بطعم التونة. أوه، لا يبدو أن نانسي مبتهجة. حسناً، لا بأس، حظ أوفر في المرة القادمة. والآن حان دور جيليان. أتساءل ما الذي ينتظرك هذه المرة؟ أضغط على الزر الأحمر لنرى الآن. أوه نعم، هذه الكوكاكولا المفضلة لدى الجميع. وكم يوجد منها؟ هرم كامل. أوي أوي أوي، جيليان انتبهي، الكولا تمطر عليك مثل البرد الجليدي. آمل ألا تسبب لك نتوء على رأسك. ولكن الآن يمكنك الاستمتاع بكولا باردة ولذيذة. لدي طعام قطط ولديها كولا، هذا غير عادل. هيا نانسي، على ماذا ستحصلي الآن؟ واو، مدفع جليدي. بمساعدته يمكنك تجميد الأشياء. لنجرب الآن، إنه ملقم وجاهز لهجوم جليدي. فقط كوني حذرة. أوي، الكولا المجمدة مذاقها أفضل. مثلجات حقيقية. جيليان، دعني أجرب، أنا مجمد الكولا. لا، إذن خذي هذا، شعاع الفائق سوف يحولك إلى تمثال جليدي. ها، الآن يمكننا تزيين الحدائق الشتوية معك. بينما جيليان مثلجة، فلنرى ما ينتظرها بعد ذلك. واو، نسكويك الكاكاو. واو، يا لها من نكهة، وهي ساخنة، فقط مناسبة لإذابة ملكة الثلج لدينا جيليان. انظروا، هذا ناجح. دوش من الشوكولاتة اللطيفة، ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ كم هذا رائع. اللعنة يا نانسي، لقد أصبح الرشاش فارغاً بالفعل، ولن تتمكني من تجميد أي شيء بعد الآن. جيليان، اضغطي على الزر، لدينا الكثير من المرح هنا. في كل مرة مفاجأة جديدة، ماذا سيحدث الآن؟ واو، نظارات عالية التقنية. هذه تقنية سرية للعملاء الخاصين، فقط الجواسيس الحقيقيون لديهم مثلها. سوف نستعيرهم لبعض الوقت من أجل التحدي. جيليان، أمسكي، فقط كوني حذرة، هذه تقنية قيمة جداً. واو، كما لو أنني في لعبة كمبيوتر. أوه، هذه التلميحات، إذا ضغطت على هذا الزر بابتسامة يبدو أنني سأصادف شيئاً لذيذاً. أنت فقط على حق جيليان، هذا الدلو الضخم من فشار الكراميل الحلو والمقرمش فقط لك. وتستطيع الذهاب إلى السينما معه حتى بدون فيلم. لديك ما تفعلينه وتستمتعي به. التعامل مع مجموعة كبيرة من الفشار ليست مهمة سهلة، لكنك ستفعلينها. واو، لذيذ جداً.
أريد الضغط على زر آخر. سأختار هذا. دعونا نرى على ماذا سأحصل هذه المرة. أها، حزمة كبيرة من السكيتلز الملونة. أعلم أنك تحبينهم كثيراً. آه، للأسف دائماً ما يتساقط لدينا مطر عادي وليس من الحلويات. هذا مذهل. أوافقك. إذن ما الذي يخفيه لنا هذا الزر؟ ألا متشوقة؟ واو، هذا كيس ضخم من المارشميلو الرقيقة. هذا حظ جيد. جيليان، أنت محظوظة جدا. كلنا نريد أن نكون بدالك، لكن هيا استمتعي. نعم، مارشميلو لذيذة ورقيقة ومنفوشة. سوف آكلها بالكامل. جيليان، أخبريني على أي زر أضغط حتى أحصل على حلويات لذيذة. نعم، اضغطي على الأخضر. شكراً. أتشوق، ما هي اللذاذة التي سأحصل عليها؟ لا أريد أن أزعجك يا نانسي، لكنك حصلت على سمكة مملحة لا طعم لها أبداً. ويا لها من رائحة. على الرغم ربما ستحبينها، لدينا جميعاً أذواق مختلفة. البعض يحب المالح. نعم، لا يبدو أنك سعيدة أبداً. لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذه هي قواعد التحدي الذي نواجهه. جيليان، لقد خدعتيني، لذلك سأخذ نظارات التجسس الخاصة بك. الآن سنرى. نعم، بمساعدتهم أنا أرى كل التلميحات. سأضغط على زر الخروج. ماذا حدث؟ ساعدوني، زنزانتي سوف تبتلعني الآن. تم إنقاذي. كلام مضحك. جيليان، حان دورك، اختاري زراً بدون تباطؤ. ماذا لدينا هنا؟ النودل المفضلة لدى الجميع، حلوة ولذيذة. ماذا يمكن أن يكون أفضل من الشوكولاتة بالبندق؟ يتناسب معجون الشوكولاتة السميك جيداً مع المارشميلو الرقيقة. Oh my God. جيليان، لقد حصلت بالفعل على أفضل الحلويات. مرة أخرى جيليان محظوظة. نانسي، ما التالي؟ ماذا لديك؟ حلوى جيلي بيلي، ما أجملها وأحلاها. صحيح، هناك خدعة واحدة. هذه الحلوى لديها أذواق مختلفة وليست كلها لذيذة. لن تعرفي أبداً ما هو الذوق حتى تجربيها. حلوى مشوقة، سوف أجرب هذه. ماذا يا نانسي، أخبرينا كيف طعمها؟ واو، هذه حلوى سحرية للاختفاء. نانسي، أين أنت؟ هي، هل هربت ولم تخبرني بأي شيء؟ وتسمي نفسها صديقتي؟ نانسي، أين تختبئين؟ لا يراني أحد، يجب علي استغلال ذلك. أنفي. نانسي، انتظري، سأريك الآن. الآن سأصل إليك. أين أنت؟ هيا أخرجي. ما هذا لدى المهرج؟ إنه مفتاح القفص. هاي، أنا حرة. الآن سوف أحرر جيليان. هيا أخرجي بسرعة لنركض. وداعا أيها المهرج الشرير. آيس كريم سيكون لذيذ. آيس كريم الفانيلا مع العيون المرميلادية. لذيذ. أعتقد أن هذه المجموعة ستكون شهية. نحن نمزج كل شيء، والآيس كريم جاهز. يبقى فقط صبه في الماكينة وأملأ القرن وأرشه بالكراميل الفوار. يا له من قرن لذيذ، من سيختاره سيكون محظوظ. دعونا نذهب لتحضير القرن التالي. آيس كريم البرتقال ومعه قطعة من الجبن العافن. لا أعرف كيف يأكلها الناس. أنتظر حتى يتم خلط كل شيء معاً. والآن جاهز.
هذا كل شيء. أصب المزيج العفن في الماكينة وأملأ الآيس كريم المقزز في مخروط وأرشه بأرجل الدجاج. هذا يبدو هزلي جداً. الآن كل شيء جاهز. يا فتيات، من ستبدأ؟ حجر ورق مقص، ممتاز، فازت نانسي وتأخذ أجمل قرن. واو، يبدو جميل ولذيذ جدا. وهذا الكراميل المتفجر يدغدغ اللسان، مذهل. لا أستطيع الانتظار أكثر، سوف أسحب بوقي. أوي، ما هذا؟ هل يمكن حقا أكله؟ نانسي، هل تريد التبديل؟ حسنا. فكرة، إذا كنت لا ترغبين المشاركة سوف أفسد شهيتك الآن. انظري إلى هذه الكفوف. ابتعدي عن آيس كريمي. ماذا فعلت؟ طعمه مقرف. أين سأبصق هذا؟ لا أستطيع التحمل. هذه الحقيبة كانت حقيبتي المفضلة. خذي، آسفة، لم أقصد. إذن ما هي أفكاري الآن؟ بالضبط، سأخذ آيس كريم الفراولة وأضيف إليها قطعة من اللحم الأحمر وأمزج جيداً. جاهز، أصب خليط الآيس كريم مع اللحوم في الماكينة وأملأ مخروط الوافل وأرشه بهذه السمكات الصغيرة هنا. تبدو مخيفة لكن مناسبة. انتهينا، تفضلوا. الآن سأحضر آيس كريم الليمون، ولمثل هذا الآيس كريم أحتاج إلى شيء أخضر ومنعش. إنه الصبار. أولاً سأقوم بتنظيفه من الأوبر، ثم أضع كل شيء في الخلاط وأشغله. جاهز، أسكب هذا الانتعاش الأخضر في الجهاز وأملأ البوق. يبدو جميل. والآن أرشه بهذه الأوبر لأرميها بعيداً. ديكور مفيد، يمكنكم التذوق الآن. آني، أنت أولاً؟ لا؟ إذا نانسي تعود وتحل المشكلة. هذا مرعب. إذا لدي شيء لذيذ. لم يكن الأمر كذلك. لماذا هناك أشواك؟ لا أعرف حتى كيف سأكله. لا أريد. هيا تستطيع، هيا. أتعاطف معك آني، لسانك سيؤلمك لفترة طويلة. وأنت نانسي، لماذا تضحكي؟ هل جربت آيس كريم السمك خاصتك؟ لدى آني آيس كريم سيء لكن خاصتك أسوأ. أنا أعلم، لا أصدق أنني أفعل ذلك. وطعمه أسوأ من السمك وكأنه لحوم. لا أستطيع ابتلاع هذا، أحتاج لبصقه. آسفة. إذن لدي بعض الأفكار. سأخذ آيس كريم الفانيلا المفضل لدي وأضيف إليه أسوأ الخضروات، البروكولي. لماذا يأكله الناس حتى لا أعرف؟ أشغله وأخلطهم معا. جاهز، أسكب الآيس كريم النباتي في الماكينة وأملأ مخروط الوافل بهذا الآيس كريم. يبدو أخضرا زاهيا جميل. والآن أرشته بهذا البيض الصغير، أضعهم على القمة وانتهيت. لنكمل للآيس كريم التالي، سأستخدم آيس كريم الليمون وأضيف إليه السكيتلز الحامضة. أعتقد أنهم مزيج رائع. أشغل الخلاط. يا له من لون وردي جميل. أصب في الجهاز ولا أنسى البوق. سيكون المارميلاد بدلا من الرشات. جميل للغاية. جاهز. من ستكون الأولى؟ آني، أتريدي؟ هيا. هذا يبدو رائعا. نعم، طعمه مذهل. دودة مارميلادية. ألذ آيس كريم على الإطلاق، أحبه. أعتقد أن نانسي تحسدني كثيرا عليه. هذا كان ممتاز، والآن دورك نانسي. لنرى ماذا؟ هل جلس الدجاجة على قرني؟ من أين أتى هذا البيض؟ أعتقد عليك أكله. حسناً، سأجرب. مقزز. لن أصنع هذا الآيس كريم حتى لأعدائي. تريديني أن أكلها بالكامل؟
حسناً سأجرب. أو لا، فوه، نانسي توقفي عن البصق على آني. أوبس. مرحباً. أهلاً يا بنات، أنا أصنع لكم آيس كريم خلاب، آيس كريم الفانيلا معدله كامل من كرات الشوكولاتة. واو شغل، سيكون لذيذ. أصب هذا الخليط في الجهاز وأملأ المخروط وأرشه بالقليل من الأوريو. يبدو شهي، أريد أكله بنفسي. لنتابع الآن. آيس كريم الفانيلا المفضل لدي، وأضيف إليه بصلة كريهة الرائحة. سوف تفسد آيس كريم الفانيلا المفضل لدي، لكنني أفعل كل شيء من أجل التحدي. جاهز، أصبه في الجهاز. لا أنسى أن أملأ المخروط وأرشه بهذه الأخطبوطات الصغيرة. ابدأ التذوق. يا فتيات، عليكم أن تشكروا تيد على هذه القرون الجميلة. هاي، أنا أولاً. أي، لا يبدو أن هذا ما أردتيه. آني، دورك الآن. واو، كم هو جميل. آيس كريم الشوكولاتة وأوريو، ماذا يمكن أن يكون أفضل؟ آيس كريم لذيذ جداً لدى آني، وأنا لدي شيء مريح ورائحته كريهة. نعم، علي أن أغلق أنفي. حسناً، سأجربه. سأبدأ مع هذا الأخطبوط. فوه، طعمه مثل شرب الماء من البحر. والآيس كريم رهيب أيضاً. أخيراً انتهت الرائحة. أوي، لا 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 لا. نانسي، لم أتوقع ذلك منك. إذاً ما هي الأفكار هذه المرة؟ أريد أكثر قدر من النضارة، لذلك أستخدم آيس كريم النعناع ومعجون الأسنان. يا له من مزيج. بعد هذا الآيس كريم لا داعي لتنظيف الأسنان. نخلط وأسكب في الماكينة وأملأ قرن الوافل المقرمش. والآن الجزء المشوق، الرشات، إنها مينتوس. التالي سأصنعه من آيس كريم الليمون، سأجعله أكثر حموضة. سأضيف إليه بعض السوائل الحامضة. لا أبخل بهم أبداً. وأشغل. أصب في الجهاز. أملأ كعكة الوافل وأزين هذا الآيس كريم بحلوى توكسيك ويست. أوه نعم، مناسب تماماً. سوف يتحول وجههم بعد هذا الآيس كريم. من ستكون الأولى؟ تريدون معاً؟ حسناً. واو جميل، أوافقك. إذن كيف الطعم؟ لذيذ لكن حامض. ماذا عن آني؟ بسرعة جربي. بكل سرور. أوهو، منعش جداً مع النعناع. نكهة النعناع قوية جداً، لكنها لذيذة جداً أيضاً. أوي، يبدو أن لدي أنفاس جليدية. أوهو. إذاً سأخذ ملعقة من آيس كريم الكراميل وأضيف إليها صلصة التباسكو الساخنة. الآيس كريم بارد ويمكن أن تمرض الفتيات، لذلك الصلصة الحارة ستسخن كل شيء بالتأكيد. جاهز؟ أصب الخليط في الجهاز وأملأ المخروط اللذيذ وأرشه ببعض الفلفل الأحمر الحار، وهكذا مناسب مع التباسكو. أريد استخدام آيس كريم الفراولة مرة أخرى، وسأضيف إليه البطيخ اللذيذ. اتضح أن هذا الآيس كريم صيفي ولذيذ للغاية. جاهز؟ أصب خليط الفواكه لدينا في الجهاز وأملأ القرن وأرشه بالعلكة. هوبا بوبا، سيكون رائع. جربوه بسرعة قبل أن يذوب. من ستكون الأولى؟ آني؟ هيا. أعتقد يبدو جميل، وكيف طعمه؟ لذيذ. وما هذا؟ علكة؟ جميل. إذن أنفخ فقاعة بسرعة. الآن ستكون. أوهو، كبيرة جدا. بوم. أي، انفجرت. حسنا نانسي، لماذا تجلسي؟ هيا جربي الآيس كريم خاصتك. هذا آيس كريم بالفلفل، يبدو مخيف. أوي أوي أوي، فمي يحترق.
أوه لا، لماذا أصبحت ناسي تنين؟ أنقذوها قبل أن تحرق كل شيء. أوه، كان هناك مطفأة حريق قريبة. ناسي، كيف تشعرين الآن؟ آه، يا لها من رغوة. إذا أعجبكم تحدينا شاركوه مع أصدقائكم، ضعوا إعجاب واشتراك، وتابعوا الفيديوهات التالية من قناتنا. ودعاً.